دي، ولو هو ورثة او ميراث او العقار ده يعني جاي له من ابائه، وتأكد من كل الحاجات وعمل العقد الابتدائي، خلاص كده بقى العقار ملكه ولا لا لا، محتاج يعمل حاجة لازم تانية؟ طبقا للقانون المدني لا تنتقل الملكيه الا عن طريق التسجيل، وده في القانون المصري. فقدامنا طريقين في التسجيل، في الطريق اللي هو الاسهل والاقل تكلفه، لان انت عارفه ان في اعباء ماديه غير طبيعيه على كل الاسر المصريه، فبيبداوا يتجهوا لحاجه اسمها دعوه صحه توقيع. ودعوه صحه توقيع هي دعوه تحفظيه، القاضي لا ينظر الى الموضوع ولكن ينظر الى ده توقيعك انت بعت وقبضت الثمن فقط لا غير. تمام. اما التسجيل الاخر اللي هو عن طريق الشهر العقاري بيبقى برقم مشهر، دعوه صحه ونفاذ. طبعا هي دعوه القاضي بيبط للموضوع ويبحث الموضوع من الداخل، هي طبعا اقوى بس تكلفتها اعلى شويه، علشان كده معظم الشعب المصري بيتجه نحو دعوه صحه توقيع، وبيجي البايع قدام القاضي بيقر بالبيع وقبض الثمن، وبيصدر حكم من المحكمه بصحه توقيعه وبقبض الثمن. يا دكتور ياسمين، تمام. بس ممكن بقى في صحه التوقيع دي بعد مثلا ما تسقط، انا قلت انا تقريبا هي مدتها 5 سنين وبتسقط؟ لا، مفيش حاجه اسمها دعوه صحه توقيع ما دمت انا سجلت وطلع لي حكم من المحكمه بصحه توقيع فلان الفلاني. مفيش حاجه اسمها بتسقط، الكلام ده كلام لا عاري تمام من الصحه. تمام. هي خلاص انا خلاص دخلت المحكمه، سجلت دي البايع، انا قبضت الثمن وده توقيع بالفعل، بيطلع حكم بصحه توقيع. يعني هنا نقدر نقول ان الملكيه اتنقلت بالفعل. خلاص كان الملكيه اتنقلت. طبعا في ناس بتبقى احرص من 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 الناس الاولى اللي هي بتتجه لدعوه صحه توقيع، بيبدا يقول لك لا انا ادفع فلوس زياده شويه، لو انا شاري شقه مثلا ب 2 مليون 3 مليون، شاري عقار تمام. مثلا 5 6 مليون، لا انا هدفع مبلغ ان اسجل عن طريق الشهر العقاري، التكلفه ازيد شويه بس مأمن اكتر بالنسبه لي. اعمل صحه ونفاذ. بالظبط كده يا دكتور. صحه ونفاذ دي هي الخلاصه، يعني هي دي اهم نقطه. ده المأمن الحقيقي، ده المأمن الحقيقي في البيع والشراء. طب ايه اللي مش مأمن في الجزء بتاع صحه التوقيع؟ يعني ايه الدخله القانونيه ليها؟ هي صحه التوقيع احنا قلنا هي دعوه في القانون المصري ما فيهاش مشكله، بس هي دعوه تحفظيه، القاضي لا ينظر الى موضوع ولكن ينظر الى التوقيع والبيع. طب هي ماشيه؟ طبعا ماشيه والدنيا تمام، ما فيهاش ادنى مشكله برضو على الاطلاق. تمام. بشكر حضرتك جدا المستشار احمد البرنس، نورتني ويعني مكالمه سريعه ومعلومات سريعه لكن مهمه، ويعني توضيح للمشاهد لانها معلومات مهمه جدا، ومهم قوي اننا نفهم العقد يتعمل ازاي صح، ازاي اتاكد من العقار صح، ازاي اتاكد ان فلوسي راحت في المكان المظبوط، ما اروحش اشتري عقار وبعد ما اشتري العقار وخلاص وبقول ان ده بتاعي ومعاه عقد اتفاجئ انه مش بتاعي. لازم نتبع كل الخطوات اللي قال عليها المستشار احمد البرنس علشان نكون في امان يعني.